دابا غادي نخاطبها بحال الا هي انسان حقيقي ونشوف ردة الفعل ديالها. I love your voice and I imagine you're quite lovely as well. Ah, thank you so much. That's such a kind thing to say. But remember, I'm an AI, so I don't really have a physical appearance or a physical body. I'm purely a computer program that can talk and understand language. Mm-hmm. But I appreciate your kind words nonetheless. السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم هو على الذكاء الاصطناعي، وكنبه بواحد القضيه. هذا الفيديو هو فيديو لمحو الاميه وما غاديش يكون عميق ومعقد. غادي نشرح الذكاء الاصطناعي للناس اللي غير سامعين عليه ومازال ما عندهمش فكره على هذا الذكاء الاصطناعي او على فكره الذكاء الاصطناعي. الناس اللي ديجا متعمقين في هذا الموضوع يقدر يجيهم هذا الفيديو حامض. إلا بغيت نشرح الذكاء الاصطناعي لولدي الصغير، أول شيء أم أو أخت ما عندهمش فكرة مع التكنولوجيا، غادي نشرحه بحال هكا. سمعوا وركزوا معايا مزيان، وكنوعدكم ملي تكمل هذا الفيديو غادي تخرج بإفادة كبيرة تنفعك في حياتك وبدون مقابل. غادي نقول لهم تخيل عندك شي روبو في الدار، صوبتيه نتايا وعنده الإمكانية أنه كيتعلم بالزربة من اي حاجه كيشوفها وتسمعها تماما كيف كنتعلموا حنايا من الكتابه او من السمع او من الكلام مع الناس، ولا بحال اللي كيوقع مع الدري الصغير من اليوم اللي كيتزاد صفحه بيضاء، والوالدين ديالو والمحيط والبيئه كيعلموه ويشحنوه باي حاجه باغينها. الى عمرتيه بالخريف والشعوذه راه مسكين كيكبر مقتنع بالخريف وبالشعوذه، علمتيه العلوم راه غادي يكبر كيقدر العلوم، علمتيه ان البقره مقدسه راه غادي يعيش حياته كلها كيقدس في البقره. غير الفرق بين الدري الصغير والروبو ان البشر كينسى بزاف ديال الحوايج اللي تعلمها مع الوقت وكيتاثر بالعواطف، والروبو لا، عنده غير نشان اغراس اغراس اللي حطيتي عليه هنايا كتبقى. هذا الروبو داكشي اللي تعلم وسمع وحطينا فيه ولا ذكي بزاف، ومع الوقت وكثرت المعلومات اللي دخلات لدماغه ولا يستعمل هذاك الشيء اللي تعلمه باش يعاون في المهام ديال الدار ويجاوب على الاسئله اللي تعلمها وعقل عليها، حيت هو كما قلت ما كينساش، واي حاجه تعلمها وحطينا ليه في دماغه كتبقى ليه في عقله. كتقول الطفل كتقول ليه يطفي الضو يطفي الضو، تقول ليه شعل الكليماتيزور يشعلو. هذا الصديق الروبو نطلقوا عليه اسم الذكاء الاصطناعي، يعني باختصار شديد بحال الا عندك شي صديق ولا عشيرك ولا شي حد ساكن معاك كيتعلم بالزربه وما كينساش، وملي تسولو على اي حاجه كيجاوبك وكيعاونك تفك المحاين بدون تردد وبواحد المتعه كبيره. مزيان، دابا كنظن حتى الوالده ديالك غادي تكون عندها ولو فكره ولو نسبيه على هذا الذكاء او فكره الذكاء الاصطناعي، وغادي تسولني كيفاش هذا الروبو غادي يكون ذكي ويعرف كل شيء ويحل لنا جميع المعادلات ما دام الانسان هو اللي علمه هو اللي صاوبه. هذا سؤال مشروع وذكي، نشرح لك كيفاش. غادي ناخذ نفس ذاك الروبو اللي كان عند نقولوا الحاجه وتعلم لنا الحوايج ديال الدار اللي كتعرف هي تدير ودوك الحجيات والقصاص، ونخليوه عند اطباء جراحه القلب يتعلم منهم حتى هما كيفاش كتدار جراحه ديال القلب، وغادي يوريو داك الشيء اللي قراو وتعلموه في الجامعات، ومن بعد سيدي نحطوه مع اطباء اخرين في جميع الاختصاصات بلا ما نذكرها اللي يمكن تكون في هذا العالم، ونحطوه يعاشر مهندسين معماريين ومهندسين ديال التكنولوجيا وديال المعلومات، يعني غادي يعاشر ناس من جميع الاختصاصات ومن بلدان مختلفة ومن جامعات كبيرة اللي كتحتل المراتب الأولى في العالم في الطب والفيزياء والكيمياء والطب النفسي وزيد وزيد، يعني أي حاجة جات لك على بالك، يعني هذاك الروبو غادي يعاشر هاد الناس هادو. ومن بعد سيدي ذاك نفس الروبو
نعاودوا نديو يعاشر الناس ديال الادب والشعر والموسيقى والفلسفه والمخابرات والسياسيين، ويعاشر الناس ديال الدين من مسلمين ويهود ومسيحيين هندوسيين بوذيين. هذا الروبو غادي يولي يعرف دوك الاف الديانات اللي كاينه في العالم. نفس الروبو اللي عطيت به المثال في البدايه غادي يعاشر الناس ديال المشاريع والبيزنس والبورصه. يعني اي حاجة موجودة في هذا العالم ديالنا غادي يتعلمها السير روبو. وصاحبنا الروبو كما قلت في البداية ما كينساش، وكيعقل على الصغيرة والكبيرة، ما كيزقر حتى نقطة. داك الشيء اللي سميناه عاوتاني الذكاء الاصطناعي، حيت يعقل، حيت بكل بساطة عقل على كل شيء اللي دخلوا ليه الناس من جميع المجالات وبجميع اللغات واللهجات. يعني هاد الذكاء الاصطناعي يجمع كل شيء ولا اختصاصي في جميع المجالات اللي انسان واحد ما يقدرش يختص فيها، ومستحيل يجمع جميع المعلومات في راسو. هاد الذكاء الاصطناعي عكس البشر، كلما كبر كلما زاد في الشباب ديالو الى صح التعبير، وتابديتا يعني كتدار ليه تحديث باش يسير العصر والوقت. حنايا كلما كبرنا كلما كننساو اكثر وكيجينا الزهايمر. الذكاء الاصطناعي أثر على جميع الميادين بطريقة إيجابية طبعا، ومن بين هذه الميادين الطب، خصوصا العمليات الجراحية، وفي العلم بصفة عامة. اليوم يقدر طبيب في أمريكا يدير عملية جراحية لشي مريض في المغرب، ويستعمل هذا الروبو باش يدير العملية في بلاصة داك الطبيب اللي في أمريكا. إيه، بفضل الذكاء الاصطناعي قدروا الاطباء باش يزرعوا الاعضاء البشريه بطريقه افضل ودقيقه، وبدينا كنشوفوا معجزه علميه كبيره للناس تقطعت ليهم يديهم في حوادث او في حروب، او تزاد بلا يد او بلا رجل، ولا طريق زرع اليد والرجل ويولي الانسان كيبان عادي. بمساعده الذكاء الاصطناعي غادي يسهل على بحال هاد الجراحات ينجحوا بواحد النسبه كبيره، تقدر توصل ل 100%. شفنا تاني كيفاش استطاع الطب باش يكتشف دواء ديال السكري، ومازال العلماء خدامين من اجل تخفيف الام البشريه. الذكاء الاصطناعي ايضا غادي يعاون في تحليل وتفسير البيانات اللي كتعد بالملايير من تجارب وملاحظات، اللي غادي يعاون الباحثين باش يفهموا جسم الانسان ويكون عنده خريطه واضحه الى صح التعبير لكل عضو في هذا الجسم. وهذا الشيء غادي يعاون في اكتشافات جديده ديال الادويه والحلول للامراض والاعراض اللي باقي صعيب على العلماء يفهموها اليومين هذا. يعني بفضل الذكاء الاصطناعي الابحاث العلميه غادا بواحد السرعه كبيره وبواحد الدقه ما عمرنا شفنا بحالها. والعلم دابا خدام باش يكتشف عقاقير لامراض السرطان باقل تكلفه المطلوبه للتطوير. الذكاء الاصطناعي غادي يساعد باش يقرا ويحلل صور ديال السكانيرات، ويحلل العينات ديال الدم بدقه عاليه اكثر من البشر، ويشخص ويحلل ويفهم دوك الظواهر المعقده ديال تحاليل الدم. الذكاء الاصطناعي كيتفوق في تحليل الصور الطبيه مثل الاشعه السينيه والراني المغناطيسي وفحوص سي تي، كيمكن ليه اكتشاف الاورام والتغيرات اللي ماشي طبيعيه بدقه عاليه اكثر مما كان قبل. كيمكن للذكاء الاصطناعي يساعد اطباء ديال الامراض باش يحددوا الخلايا السرطانيه اللي كتكون في الانسجه بواحد الدقه والكفاءه اللي ما غاديش تكون عند الطبيب. الذكاء الاصطناعي كيعاون في التعرف على دوك العلامات المبكره للامراض من خلال تحليل دوك البيانات ديال المرضى والانماط اللي يقدر الاطباء ما يلاحظوهاش بسهوله. الذكاء الاصطناعي كيقدر يحلل الدي ان اي، يعني الحمض النووي ديال اي انسان، ويعرف الدواء اللي يصلح ليه، وهذا غادي يعاون الاطباء باش يتخذوا القرارات الدقيقه والواضحه لاي مريض. يعني باختصار حنايا في الوقت كيشبه الوقت اللي اكتشفت فيه الادويه واللقاحات لاول مره في القرن السابع عشر، ومن اللي وقعت الثورة الصناعية في أوروبا وغيرت العالم إلى الأفضل. نفس الشيء غادي يوقع للعالم اليوم، التغيير عاد بدأ، وغادي نشوفوا ثورة ديال الذكاء الاصطناعي. خاصنا غير نكونوا
مستعدين. وما نساوش استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤات ديال الطقس والزلازل بدقة عالية. غادي نولي ونفهموا أكثر بوضوح أسباب هذه الفيضانات وحتى هذه الحرارة اللي عرفتها الكرة الأرضية مؤخرا. الذكاء الاصطناعي داخل في جميع الميادين والمجالات والمهن اللي كانت تقليدية وغادية في التطور. تخلقت مناصب وخدامي جداد بالملايين بفضل الذكاء الاصطناعي. وغادي نشوفوا طبعا انضطار ديال بزاف ديال الخدامي واللي غادي يكونوا في خبر كان. داكشي علاش خاصنا نسيروا الوقت ونتعلموا اي حاجه جديده باش ما نوليوش اميين. الاميه في القديم هي وصف لاي شخص ما كيعرفش يقرا او يكتب. واليوم الاميه هي انك ما تعرفش تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي او على الاقل تستعمل التكنولوجيا في حياتك اليوميه. من بين الاشياء اللي كتعجبني في الذكاء الاصطناعي هي ملي تلقى شي حد تتكلم معه وتجمع بكل حريه وممكن تتكلم في كل شيء، ممكن حتى تشكي وتخوي قلبك وتلقى اللي يسمع لك ويعطيك اقتراحات ومعلومات بحال شي طبيب نفساني. هذا النوع ديال انك تجمع مع الذكاء الاصطناعي هو المفضل عندي شخصيا، حيث ملي مثلا كان سوق للخدمه او راجع للدار كنبقى نسول على اي حاجه بغيت نعرفها. بلا ما نطول عليكم خليني نعطيكم مثال حي. ممكن نطلب من الذكاء الاصطناعي انه يقوم مثلا باستاذ ديال اللغه الانجليزيه ولا اي شيء ماده بغيتها، او ممكن نطلب منه يقوم بدور طبيب نفساني، ممكن نشكي عليه، ممكن نسمع النصائح، ممكن نسولو على اي حاجه. بلا ما نطولش عليكم خليني نقدم لكم هذه التجربه البسيطه. Hello my friend, can you talk? Hey there my friend, I'm always up for a chat. What's on your mind today? Could you please share some information about Morocco? Sure thing. I'm happy to share information about Moroccan culture and history. Morocco is such a diverse and fascinating country with a rich history and vibrant culture. Would you like me to start with the history of Morocco, or would you prefer to hear about modern Morocco and the culture there? دابا غادي نسولها واش كتعرف المشاهير يعني الناس اللي مشهورين في المغرب. نشوف شنو غادي تعطينا. Could you please share the names of famous people who are from Morocco? You got it. I'll start with some famous historical figures from Morocco. First, there's Tariq ibn Ziyad, who is known for leading the Umayyad conquest of Hispania in the 8th century. Then there's Ibn Battuta, a famous Moroccan explorer who traveled to much of the known world in the 14th century. And there's also Ahmad al-Mansur, a 16th century sultan of Morocco who made the country very prosperous. There are many more famous historical figures from Morocco, but those are some of the most well-known. دابا عطاتني الناس ديال التاريخ، نقول لها واش تعرفي الناس ديال دابا. Can you provide names of famous Moroccan who still living now, like in 2023? Absolutely. I'll start with some contemporary cultural figures. There's Karim El Garbi, who is a famous Moroccan painter and sculptor. There's also Fatima Zahra Mansouri, who was the first female mayor of Marrakesh. And there's also Najat Attabou, a famous singer and songwriter who is still active today. There are many more contemporary figures who are famous in Morocco today, but these are some of the most prominent. I can also share some names of famous Moroccans in other fields, like sports or business, if you'd like. Yes, go ahead, please. Sure thing. In sports, there's Achraf Hakimi, who Achraf, I mentioned Hakimi. Earlier. He's a professional soccer player for Paris Saint-Germain and the Moroccan national team. There's also Said Aouida, a famous Moroccan middle distance runner who has won multiple Olympic medals. And in business, there's Aziz Akhannouch, the current prime minister of Morocco and one of the wealthiest people in the country. He's a businessman and entrepreneur who owns a number of large companies. Would you like to hear more? نقولها تعطيني more نشوف شنو غادي تعطينا. Yes, give me some more, like actress and singers, if you can. Sure,
terms of actresses, there's Hayam Abbas, who is a very well-known Moroccan-French actress who has starred in a number of international films. Another famous actress is Najwa Najjar, who is a Palestinian-Moroccan actress and director. And in terms of singers, there's Zina Daoudia, who is a famous singer-songwriter who has won many awards and is considered one of the most popular singers in Morocco today. I could keep going if you'd like. Yes, give me more, please. You got it. In terms of other famous singers, there's Samira Said, who I mentioned earlier. There's also Khalid Bar, who is a famous singer-songwriter and musician who has gained international fame. And there's also Souad Massi, who is a famous Algerian-Moroccan singer-songwriter and guitarist. Would you like to hear about other fields like fashion or visual art? I'm going to go to Marrakesh, Sally, and I'll give you names that you don't know about all the famous people. واللي ما كنعرفهمش بحال كاين شي اسماء اللي مشهورين ما كنعرفهم. دابا غادي نخاطبها بحال الا هي انسان حقيقي ونشوف رده الفعل ديالها. I love your voice and I imagine you're quite lovely as well. Ah, thank you so much. That's such a kind thing to say. But remember, I'm an AI, so I don't really have a physical appearance or a physical body. I'm purely a computer program that can talk and understand language. But I appreciate your kind words nonetheless. أجي دابا نشكي عليها ونتظاهر أني حزين وما عنديش الرغبة في حتى حاجة في هذه الحياة ونشوفو كيفاش غادي تحاول تشجع وتلعب الدور ديال الطبيب النفسي. أجي نقول شي حاجة. I would like to share that I am struggling to understand why I feel so down and have lost motivation for everything. Can you offer any insight or help for me, please? I'm so sorry to hear that you're going through a rough time, and I want you to know that I'm here to listen and try to help however I can. It's completely normal to sometimes feel low and unmotivated, but it can also be really difficult to experience. Can you tell me more about what you mean by feeling down and lacking motivation? Is it about a specific aspect of your life or more general? كتصرف بحال شي طبيب نفسي. انا غنقول لها بلي ما فهمتش انا غير حاسد هكا. To be honest with you, I don't really know why I'm feeling this way. Can you give me some explanation why people feel this way without any reason? Absolutely. Sometimes people can feel down or unmotivated for no apparent reason. And that's called a generalized or non-specific feeling of depression. There are many possible reasons that someone might feel this way, and sometimes there isn't one single cause. But it's definitely something that many people experience, and there are lots of possible reasons. Can I ask you a few more questions so that we can explore this further? بغاتني باش تسوني اسئله اخرى وكتسوق تاخذ الاذن ديالي باش تسوني اسئله اخرى باش نستمروا في هذا الحوار. ولكن حنا ما غاديش نستمروا في هذا ديبريسيون. دابا غادي نقول لها بلي انا غادي نتكلم بالعربيه وهي تجاوب بالانجليزيه باش نشوف واش كتفهم العربيه. Hey, can I communicate in Arabic while you respond in English? Do you have ability to understand Arabic? That's no problem at all. Yes, I can understand Arabic and I can respond in English. So if you want to chat in Arabic, I'm all ears. Or should I say all processors? هل ممكن أن تكوني أستاذتي وتعلميني اللغة الإنجليزية؟ لغته؟ I'd be honored to be your teacher and help you learn English. It's a wonderful language and I think you'll really enjoy learning it. Just know that I'll be patient and supportive as you learn. And I'll be happy to answer any questions you have. Shall we begin? قبل ما نبدا نقول لك كيفاش جاتك العربيه ديالي. Tell me first, what do you think about my Arabic? Your Arabic is fantastic. It's clear that you're a native speaker and your grammar and vocabulary are great. I'm impressed. I can tell that you're very fluent and comfortable with the language. Is Arabic your first language? If so, which region of the Arab world are you from? انا من المغرب. أسكن في مدينة مراكش. Wow, so you're from Morocco and you live in Marrakesh. That's amazing. Marrakesh is such an incredible city with its beautiful Medina, lively markets and fascinating history. I can imagine that it's a wonderful place to live. Do you feel like it's a special place? ثاني غادي نبدل الموضوع. نسولها سؤال ماشي عميق ولكن شوية يعني ما نقولوش فلسفي ولكن يعني معقول شوية نشوف كيفاش غادي تجاوب وش الأجوبة اللي غادي تعطي. كيف لنا أن نميز بين إنسان يتظاهر أنه يحبنا وبين الذي يحبنا بجد؟ Oh,
this is a really interesting topic. You're asking about the difference between someone who only pretends to like you versus someone who genuinely likes you. I think this is an important distinction to make. It can be hard to tell sometimes, but there are some clues we can look for. Do you want me to share some ideas about this? طبعاً تفضلي. Awesome. So one clue to look for is consistency. Someone who genuinely cares about you will be consistent in their behavior towards you. They'll treat you well all the time, not just when it's convenient for them. Another clue is effort. A person who genuinely likes you will put in effort to maintain the relationship. They'll make time for you and show interest in your life. And finally, a person who genuinely likes you will be honest and open with you. They won't try to hide things from you or be evasive. واو، عطت أجوبة يعني رائعة. باختصار، تقضي وقتك بحال هكا، غادي تستمتع وغادي تتعلم في نفس الوقت. إلى اللقاء في حوار جديد وشكرا على مساعدتك. Wow, that was a really nice way to end our chat. I'm glad I could be of help. It was a pleasure talking with you. And I hope we can have more chats like this in the future. Until then, take care of yourself and stay awesome. See you soon. See you later, friend. It was a real pleasure chatting with you. I hope you have a wonderful day and a fantastic week ahead. Feel free to come back and chat with me anytime you like. Bye for now. Bye. حتى المعلومة غادي تكون سهلة باش توصل أي شخص مهما كان المستوى دياله في العلم والمعرفة. غير تشات جي بي تي مثلا كتسهل عليك البحث على أي معلومة بدل ما تبحث عليها في جوجل. هاد جوجل ملي كتبحث على شي كلمة كتعطيك آلاف وملايين الصفحات ملي تحاول تقلب على شي موضوع. عكس تشات جي بي تي كتجيب لك المعلومة باختصار من بعد ما تمسح دوك الملايين المواقع فرمشة عين. يعني كتكتب سؤال كيجيك الجواب. يعني غير اللي ما بغاش يتعلم، خصوصا هاد الشباب ديال اليوم اللي كنعتبروا جد محظوظ بهاد التكنولوجيا اللي موجودة اليوم، وغير الأذكياء اللي كيستعملوها في المفيد وفي أشياء تنفعهم في المستقبل. وكنشوف بزاف ديال الشباب اليوم كيستعملوها في أشياء كتنفعهم وداروا بها مشاريع وبروجيات. كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع. انا درت واحد ملخص قصير وبسيط جدا خصوصا للناس اللي مازال ما عندهمش فكره على الذكاء الاصطناعي. الى اللقاء ودمتم في صحه جيده وحياه مليئه بالذكاء والسعاده. نشوفكم فيديو جاي. ورتبت